دلوايي فيه واحد مجموعه الحاجات اللي هما مهمين جدا. ف مركز جوازه الاستثمار يقدم اهم البرامج اللي عنده، والغرفه عندها واحد مجموعه حاضنات ديال المقاولات. لانابيك كذلك هي عندها برامج مهمه. نحاولوا نتواصلوا مع الولايه بخصوص الاندياج، كل عملاء عندهم الاندياج، وراه ما تنساوش راه الاندياج تاهما عندهم برامج مهمه. للاسف ما كيمشيوش المقاولين بزاف يستافدوا، كاين دعم في وصل 80% تقريبا من هذا، يعني تقدر التعاونيه ولا المقاوله تستافد من هذا البرنامج. اذا كاين واحد مجموعه البرامج هي مهمه واللي غافلين عليها المقاولين، فالهدف القافله هو انها تقرب هذه البرامج للمقاولين. وبغينا نهودوا عند المدن، ما نبقاوش محصورين في طنجه، بغينا نعملوا هذه القافله باش ندوزوا للاقاليم ديال والتجربه ان شاء الله تعمم على مستوى الوطن، الجهه ديال فاس ولا مدام سوريا في الجهه ديال كازا ولا في الرباط. يعني عتبدا التجربه الاولى ان شاء الله هنا في طنجه، وعتعمم على باقي الجهات. اذا نكون سي عمر واضحه ياك؟ شفت شنو راه كاين؟ مرمده ان شاء الله، واخا في الجبل الراس نطلعوا ان شاء الله. نظمت الهيئه المغربيه للمقاولات لقاء تواصلي الوطني، وهي محطة سنوية بعد السنة الماضية اللي كان نفس اللقاء في نفس الشهر، وهي مناسبة لتقديم حصيلة عملنا في السنة الماضية، وكذلك لتقديم أهم برامج الهيئة، تقديم برنامج العمل اللي فيه أربعة ديال المحاور. محاور أساسية هي بين الإدارة والحكامة، محور ديال التكوين والمواكبة، محور مناخ الأعمال، والمحور الاخير هو مهم، ومحور الترافع. فهذا البرنامج اللي غتكون ان شاء الله انشطه متنوعه على مستوى الوطني، الان حاضره الجهه في اربع جهات، ولنا تمثيليات في اي جهات اخرى ان شاء الله، اللي سنسعى في القادم من الايام الى تاسيسها والى هيكلتها. اللقاء هو مناسبه لتقديم كذلك مجله الهيئه، وهي مجله منتدى المقاولات، هي نشره داخليه اللي كنحاولوا من خلالها ان نوصلوا الصوت ديال الهيئه. لقاء الحمد لله كان بمناسبه الذكرى الرابعه، واللي الهيئه اخذت العاتق ديالها انها تواكب وتدافع وتواكب يعني المقاولات لا الصغيره ولا المتوسطه في مجموعه من القطاعات. كتبدا الموجه كنحبسوها، دابا حنا في الموضه ديال انا مقاول، الموضه دابا كاينه عاوزين الدعوات بدا. غنقولوا كلنا كنهضروا على انا مقاول، الا ما وقفوش عليها باش تنظم مزيان غيكون غير وزير اللي دار لي بوان انه جاب برنامج وغير فيه واحد كذا كذا حكا عن 100 مليون مقاوله غادي تدار. كنديروا للناس المقاولات ومن الاخر كنخليوهم في صراع مع الكريدي ديال الصغار اللي داروا، لان كنفرضوا عليه سير ديال الوالدين سير كري عاد اجي باش ندير. ما فهمتش التجربه اللي باقي ما بغاوش يبدلوها من 2000 وهما خدامين نفس الموضوع، ملي بداو مقاولاتي وملي بداو برنامج ديال الشباب المقاول قبل منه، باقي ما حد الدوله ما كتشاركش معاها الهيئات المهنيه في البرامج ديالها الموجهه للمقاول والموجهه للبرامج اللي باغا تحيد منها لانفورميل الفورميل، ما غنزيدوش القدام. اذا هذه دعوه للقطاع الحكوميه باش تنخرط مع الهيئات المهنيه باش يمكننا نمشيو للمغرب للقدام. وشكرا. لطنجه باش بوغ لو بيرو افيك لو بيرو ناسيونال على حسب نديرو لو بوان ديال 2023، والحمد لله اوني تري ساتيسفي اوني كونتون دو بريزونتي اون بريزونتي سي البروغرام ديال 2024 على حسب لي نوفيل اكسيون كون فا كون ا بريباري لو فوروم ديال كازا اللي غيكون في موا دو ماي 2024، وان شاء الله نتمنوا الوفاق لكل شيء ان شاء الله. وكان حاضر مجموعه ديال المقاولين شباب ونساء اللي كانوا تيتصنتوا لنا، والحمد لله تا هما ايزيتي تري ساتيسفي، و والله يزيد بحالهم ونقويو عاوتاني في جميع الجهات ان شاء الله. كما تعلمون وكما تتبعتم مشكورين، اللقاء كان هو واحد المحطه بمناسبه ديال الانعقاد ديال المكتب التنفيذي بمدينه طنجه، واللي كان على الهامش ديال هذا الاجتماع واحد النقطه ديال الاعلان او محطه انطلاق
والإعلان على واحد الحدث اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون متميز للهيئة، اللي هو الملتقى الدولي الثاني ديال المقاولة، واللي غادي يكونوا شركاء فيه واحد جوج دول شريكة وصديقة للمغرب، واللي هما إسبانيا والبرتغال. وربما يكون تساؤل علاش إسبانيا والبرتغال. الهيئة ارتأت بالمناسبة ديال الاحتضان إن شاء الله الرحمن الرحيم ديال المغرب لكأس العالم 2030، اللي هو يكون بشراكة مع الدولتين الصريفتين الذكر، وهذا هو هذه هي علاش جات الفكرة ديال هاد الدولتين. المنتدى ان شاء الله ولا الملتقى غادي يكون يعرف بالهيئه، يعرف بالمقاولات، وهي مناسبه كذلك للمقاولات ان شاء الله المنخرطه ولا المنضويه تحت الهيئه، باش تكون واحد العلاقه التواصل وبحث عن ولا انفتاح للسوق الخارجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. باسكو 100% des gens qui vont être en phase avec les invités du Maroc qui vont être l'Espagne et le Portugal, ils doivent être en norme. Il faut que le Maroc soit irréprochable sur toute la ligne, c'est-à-dire rien va pouvoir sortir pour nous faire entre guillemets honte. C'est pour ça qu'on se bat, on apporte aussi notre savoir.